قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والتفكر في عظمته وما له من الحق عليك، وأنك صائر إليه وأنك مسؤول وربك ناس أنهم أجمعين ما كانوا يعملون، وأنك مستحق للعقاب على سيئاتك وللثواب على طاعاتك. فذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن النفس أمرة بالسوء إلا ما رحم الله، فلا تجيبها إلى هواها. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فذكرها بأن الخطر عظيم وأنها منهية عن معصية الله وأنها متوعدة بغضب الله وعقابه إلا يعفو الله، وأنت لا تدري هل تموت على ذلك، هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغيبة التساهل.